بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه عندنا كيا بيكانتو باش نفكوا ننظفوا لها الكور بابيون الفراشة، لأن فيها شوية خضة هكا كي تبدا واقفة، باش ننظفوها ونشوفوها. ها معاكم هيكل يكمل العملية. نجيبو نحو فيشات نحو الكابل، نجيب خلاص بيب نفكوا الفلتر الهواء هذا، نفكوه نوسع علينا. فيه بولون شاد من اللوطه، نقول توا الفراشه كور بابيون تاعنا اللي هي فيها اربع بونات مفتاح 10 وفيها مفتاح 12 وهذا فيشات 30 نتاع السارتير اوتوماتيك ونتاع الاكسلاتير هذيك والكابل، يعني سهله العمليه ما فيهاش صعوبه كبيره. حتى هذايا كي نفكوا الفلتر باش ننظفوه، ننظفوا حتى هذا معاه لان هذا تبع الفلتر نتاع الهواء، تبع الفلتر نتاع الهواء. هذه الكور بابيون فراش نتاعها، شوف فيها كاش مسخه كحله، شوف كاش كحله هذه وعندها حتى كحوليه زاده في مكان الستارتر. هذا الستارتر اوتوماتيك اللي احنا نسميه موتور بابا، هذا زاده كيف فيه مسخ لازم ننظفوه. وبعد ما فكينا الفراشه من مكانها كور بابيون، جبنا هي ماده خاصه بتنظيف الكربيتر، ناخذوها ولا نجمو ناخذ شويه بنزين كيما يحب وننظفوها. هاو هيك باش نكمل معاكم.
وانا ساخي خرج. هذه خويا نجم دخلها حتى في المكان اللي تحب عليه انت. نظف شويه بالفرشه ونزيد نفكوا هذايا السرتاج هذا اوتوماتيك. هذه ماذا بكم نفكوهاش خاطر رجلاتها قد هذه نجم نحلوها بالبنات وننظفوها حتى هي باش تنظف فرد مره. نقول هذاك السرتاج اوتوماتيك حتى ننظفوا اللي هو موتور بابا. وهذه هي اهم قطعه اللي هي لازم تتنظف من خاطر يبدا مكانها مسخ وتبدا هي مسخه تولي السياره مع الشد رونتي مع الشد يعني مع شغل الموتور مرتاح. خاطر قوية الوحدة قوية شد لو غادي نحطوها داخل وسطها عاش قبلهاش ليك انت خلوه هذاك يتنفخ كله هكاك يتنفخ شوية. نقول هذه هذي كيف كيف شوفوا الوسخ كيفاش شوفوا الوسخ هذيك نظفناها هكا ننفخوها بالهواء ونرجعوا نركب. هاو هكا ننفخوها بالهواء ونرجعوا نركبوا. كان الانسان عنده هواء ما عندوش هواء يكفي هكاك ينظفها هكا. توا نظفنا الفراشه كل بابيون شفتوها نظفناها ولت بهاي ما عادش فيها اوساخ. توا باش نرجعوا نركبوها. ديما ربطان عادي مش ما نطوش حدا خويا باش ما نكسروش. من هذا بالنسبه للفراشه وكره بابيون هذه حدها يعني في الخدمه نتاعها. تو باقي خاطر فيها حاجه اخرى باش نكمل نصورهم. نظفنا لها الفراشه غيرنا في تلت على هواء يعني ما عملناها وطريتها بالكامل يعني الحاجات هذه زعما على الاقل كل 25,000 يعني يعمل الانسان العمليه هذه باش يحمي سيارته من ينقص عليه صرف البنزينة صرف الوقود ينقص عليه المشاكل نتاع يعني القطعه وقت تفسد وممكن تفسد حاجات اخرى. ان شاء الله تنفعكم الحاجات هذه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.